اكيد رجعنا بفقره كيف بتفكر. اول سؤال سأله مارك، فرح اقرا السؤال مثل مكتوب، حطيناه على الفيسبوك واكيد ناطرين اجابات بعد اكثر، واذا فيكم هلا جاوبونا على الهواء على الواتساب نحن حاضرين معكم. السؤال الاول بيقول: ليش الاهل بيمنعوا اولادهم ان يكونوا بعلاقه صداقه؟ رح ارجع عيد السؤال: ليه الاهل بيمنعوا اولادهم يكونوا بعلاقه وبعلاقه صداقه؟ اكيد عم نحكي على شاب وبنت مارك، شاب وبنت، واكيد بدنا نقول انه الاهل بالحياه، لا كمان في شيء نحن بما انه منآمن بيسوع المسيح، الاهل بيامنوا، هلا انا رح جاوب دغري لانه بس تنوضح الخبريه، بخافوا انه علاقه الصداقه بين شاب وبنت توصل لاشياء اكثر حميمه او جنسيه، لانه بيقولوا انه حلو يحافظوا على حالهم لقبل الزواج، لانه الاهل اللي ما بيامنوا ما بقى عندهم مشكله بالصداقه بين شاب وبنت، ما عندهم مشكله اذا انا صرت اعرف انه بعمر مارك او يمكن هلا نور ومارك بيقولوا لنا، اذا مرات رح اسال نور هيك لانه حلو عندك اكيد اصحاب عادي انه ما بيامنوا بيسوع وكثير منيح، ما عم نتهجم بالعكس بس كثير منيح، بس هل مزبوط انه بهيدا عمركم هلا واهلهم لهالاشخاص او هن صار عندهم حريه تامه، خلينا نقولها هيك احلى، اذا صادقوا بنت كانت رفيقتك صادقت شاب ما في مشكله انه يكون عندها معه علاقه جنسيه؟ خلينا نسال السؤال بهالطريقه تنرجع لهذا السؤال. انت عم تسالني عن اصدقاء موجودين، عن تفكير الاهل تفكير الاهل منه. كيف صار اذا ما بيامنوا الاهل او بعدهم بيخافوا؟ هلا طبيعي الواحد يخاف، يعني طبيعي انه يخاف على اولاده، بالنهايه هو اولاده، بس يمكن تفكيرهم يعني تفكير الاهل بيتغير يمكن حسب عمرهم، اذا يمكن أوكي. كانوا younger، يمكن اذا كانوا اصغر بالعمر يعني ما عندهم مشكله، يمكن قصدي انت عندك اصدقاء معينين بتحسي انه اهلهم ما عندهم مشكله، اهلهم صغار؟ لا مش لهذا، ما في، وهول الاشخاص اللي عم نحكي عنهم ما بيامنوا، عادي ماشيين بالحياه عادي، بس مش لهالدرجه تركين اولادهم يروحوا، يعني بيسمحوا لهم انهم يمكن يصاحبوا عادي وهيك، بس انه يعني في حدود وبلس انه يمكن عندهم هيدي الثقه فيهم، يمكن هالثقه بمحلها يمكن مش بمحلها، يعني حسب. اوكي، لكن بدي اقول انه بعد في ناس بالنسبه لها هول الامور ايام مهمه. مارك سالت هالسؤال، عندك هيك جواب انت اهلك بما انه انا بحبهم هيك، بس بتحس بحبه او ما كثير بحبه هذا الشيء؟ ما بحس اهلي مش منهم مع هالموضوع، يعني ليه؟ ليه؟ كون واضح ليه؟ بحب انه عندهم مشكله معينه يعني، او بخافوا انه بخافوا علي وبيعتلوا همي، وانا بصير فكر عنهم، يعني بصير فكر انه ليه هيك ما بيقبلوا، يعني فبقول انه بركي لانه قطعوا بهالعمر يعني، وبيعرفوا بالدنيانة انه افهل مشاكل صارت اللي بتصير، يعني مشاكل يعني مثل شو؟ اذا كان عندك اذا البنت صارت صداقتك معها اكثر من اصدقاء عادي، مثل كانه رفيقتك تصير اكثر، تنغرم فيها اكثر، قلبك يتحرك تجاهها اكثر، انا بخاف يمكن يصير شيء بينه وبينه. اوكي، انا رح اترك سؤال يمكن ما تقدر تجاوبه، بس بحب نهار مش ضروري اليوم اعرف انت اليوم، لان بعرف كنت نيتكم بتامنوا بيسوع، بس مرات بعمركم كثير بنفهم انه لو بتامنوا بتقولوا لا، بس انا في يكون عندي علاقه صغيره انه انت تقول بيني وبين بنت، او ما رح اقول عن نور بس عن غير بنات انه بيقولوا ليش لا، إذا حسيت بدك تجاوب، أنت بتحس إنه بتقدر تكون مسؤول بعلاقة مع بنت وما يصير بينك وبينها أشياء أكثر من اللزوم؟ ما تجاوب هلا، ما ضروري تما أحرجك، بس خلينا نشوف جيمي. دائما في خطر، وكمان أهلي كيف كانوا معك؟ لا أنا أهلي كانوا شوي متشددين، يعني كنت ماما دائما تقول لي قبل 18 سنة ممنوع تظهري مع شاب، إنه على هيدا الدرجة. شو حسيتي؟ بس أنا ما كان عندي مشكلة، كان عندي أصحاب نظهر كلنا سوا، يعني هيدا كانت كثير مقبولة بالبيت، إنه نحن جروب مثلا بالصف وهيك كنا نظهر سوا، كان أنا بس إنه يكون عندي علاقة حصرية boyfriend. مع شاب بوي فريند، هيدا ما كان محبذ أبدا. بعرف انه جزء منا هي الخوف من اشياء توصل لمراحل مثل ما انت قلت حميميه، او يصير اشياء جنسيه غلط، بعتقد كلها بتتوقف على العمر وعلى النضوج، يعني ما بعرف شخصيا هي عن جد بعرف انه اهلي كانوا اكيد بيوثقوا في مليونين بالميه، بس بفضلوا انه معلش ليش بدنا نفتح هالمجال
منفضل انه نفتحه بوقت يكون فيه نضج وبيكون فيه انه انت فيك تاخذي القرارات بنفسك وانت تعرفي تقولي لا وقت لازم تقولي لا وبتعرفي تحطي مثل حدود لمشاعرك ولاشتياقك اذا بدك. رح نروح معك تمار وهيك بدي اعمل سويتش مع نور لان ما عم شوف وجهها كثير على الكاميرا، بتجي بتقعد محلها انت بتجاوبي وانا بقعد محلها. اوكي بس انا قبل ما اقول رايي في صديقه عم تسالني هلا على الهواء هي حابه تعطي رايها بالموضوع بس عندها كان سؤال فانا رح جاوبك على الهواء اسهل ما اكتب لك هلا. عم تقول هل الموضوع بخص الدين المسيحيه يعني؟ انا بس حابه اوضح لا احنا مش عم نحكي على كمسيحيه نحن عم نحكي اذا بدك ان جنرال صح؟ ولا انت قصدك تخصص كمسيحيه نحن شو اذا ايه حلو كمان نقول انه يسوع قال لانه بمفهوم غير ديانات بفكروا للاسف قد ما المسيحيه صاروا رح اقول الكلمه مش كمسيحيه بس العالم ليه مسميين حالهم مسيحيه عندهم فجور مرات عم بحكي مش كل العالم ما عم بحكم بس عندهم فجور وعندنا كلمه نحن كثير كول ونحن كثير اوبن مايندد يعني منفتحين ونحن اوروبيين وهيك ما بقى عنا ابدا حدود اوكي بقى بالنسبه لي ايه انا بهمني اقول انه يسوع المسيح بحب انه البنت تحافظ على حالها ما يكون في علاقه قبل الزواج بس تتزوج البنت يكون عندها علاقه والشاب ذات الشيء هلا هيدا الشيء هين اكيد لا ما بدي اقعد اوعظ في اذا بدنا نفوت بتفاصيل بس انا عم نفتح الموضوع في العاده السريه كمان كله اذا بدنا نفوت فيه صعب بس في امور اقوى من امور وهيدي كمان يمكن في ناس رح تقوم علي بس بالمستقبل ما لي عم نقول شيء كثير قوي والشباب بيفهموا بكل هول الشاب يعمل عاده سريه لو هي خطيه بس مش مثل ما يعمل يروح يعمل علاقه جنسيه مع بنت ما نكذب على بعض اذا بنفكر بينه وبين الرب بنقول الاثنين لا بس في وحده لإلي نص مصيبه بس وقتها يصير بينه وبين بنت علاقه جنسيه وقع بنت بقصته وبعدين بيتركها بعمر صغير وهونيك بتصير تبكي ومشطبه قبل ما اقرا راي صديقتي لانه بعدها عم تجاوب فانا ناطره بعد رايك رح اقول انا المتكلمه الرسمي باسم الاشخاص على الفيسبوك في صديقه رح اقول رايي حنين لانه انا رايي من راي حنين حنين اكثر عم بتقول على فكره المجتمع وانا مع رايها انه نحن كمجتمع بينضغط علينا مجتمع شرقي كمجتمع شرقي عايشين فيه بسبب طبيعة المجتمع يلي بنظرته بيشوه هالعلاقات ودائما بيميل للنظرة والنية سلبية وما بيتبعه غير خوف من كلام الناس من ناحية أخرى بتكون قلت ثقة بالابن أو الابنة أو الصديق أو الصديقة وهو خوف مثل ما قلت ياريكم من تطور الصداقة لعلاقة ما بدهم إياها الأهل أو يشوفوها غير مناسبة هيدا رأي صديقتنا حنين هي الوحيدة اللي مجاوبة على هذا السؤال كرأيي أنا بصراحة هلا أنا كنت عايشة كمان بمجتمع كان أهلي كتير بيخافوا مع أنه عندهم كتير ثقة فيي هلا أنا ما بعمل مثل ما عملوا يمكن أهلي ضغطوا علي بهذا الموضوع أكتر بالنسبة لهم ممنوع يعني ممنوع ما في مناقشة حتى بالقصة أنا يمكن أكتر بجرب إلهي بنتي أكتر بقصة صداقات أكتر من قصة ريليشنشيب مع شخص ولو هي ميالة لشخص بجرب أقعد معه أكتر وفسر لها أنه مشاعرها منا غلط إذا بدك وجرب دايما حيطة بدائرة صداقة وأعزمهم عنا على البيت وكون بيتي دايما مفتوح لأصحابها خصوصي هيدا الشخص اللي هي بترتاح له بفضل يكونوا قدام عيني أحسن ما يكونوا لحالهم بشي كافيتيريا أو هيدا يكونوا هن عم يتعرضوا ككابل لضغوطات المجتمع نور بحب أنا بعرف أنه أنت كمان صادقة لأنه تتكون رفيقة مارك أنتوا صريحين سؤال صغير حلو بس حلو تقولي لي إيه مزبوط هل بس تكوني قاعدة وعندك أصحاب بنات بتحبيهم كتير بتحسي أنك أنت فرحانة ومبسوطة قد ما يكون مخلوط قاعدين شباب وبنات هلأ هو يمكن الأجواء تختلف يعني جو البنات لحال شيء وجو بنات شباب يعني مع بعض شيء ثاني اثنيناتهم فن اثنيناتهم بتسلى فيهم وهيك بس يمكن انا انه برتاح اكثر بالحكي وبتصرفات وتكون بس بنات لحال بس بنات لحال اوكي